بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم أعزائي الطلبة، طلابنا الأكارم. سوف نتابع مع دروس مادة أسس الإحصاء، ونتابع مع تمارين ثلاثة أسنان، وقد وصلنا إلى المسألة رقم 8، وهي إذا كانت X تربيع من أجل درجة حرية نيو ترمز لمتغير عشوائي يتبع توزيع X تربيع بدرجات حرية نيو، فاحسب باستخدام جدول التوزيع الإحصائي ما يلي: أولا الاحتمال عندما X تربيع 17 وهي درجة الحرية أصغر من 5.697. نبدأ مع حل الطلب الأول وهو الطلب ألف. إن الاحتمال المطلوب هو المساحة على يسار القيمة، ولكن الجدول طبعا يعطي المساحة على يمين القيمة المطلوبة، وبالتالي بالبحث في الجدول عن القيمة 5.697 في السطر الخاص بدرجة حرية 17 سنجد المساحة مكتوبة أعلى في السطر الأول، وبعدها سوف نقوم بطرحها من الواحد الصحيح، وذلك لأن المساحة تحت المنحني تساوي الواحد، وبالتالي نحصل على الاحتمال المطلوب. إذن الاحتمال عندما X من أجل درجة حرية 17 أو طبعا X تربيع أصغر من 5.697 تساوي 1 ناقص الاحتمال عندما X تربيع من أجل درجة حرية 17 أكبر أو تساوي 5.697، ويكون لدينا 1 ناقص 0.995 وهي القيمة التي حصلنا عليها من الجدول، وطبعا تكون مكتوبة أعلى في السطر الأول. إذن تكون لدينا المساحة المطلوبة هي 0.5 بالألف. هنا لدينا جدول التوزيع الاحتمالي الذي قمنا بالاستعانة به. طبعا لدينا هنا الدرجة الحرية 17 وقيمة X تربيع كانت 5.697، نلاحظ بالأعلى القيمة الموافقة لها، ولكن نحن نريد المساحة على يسار هذه القيمة، لذلك قمنا بطرحها من الواحد الصحيح فحصلنا على الاحتمال المطلوب. الآن نأتي إلى الطلب ب، وهو حساب الاحتمال من أجل X تربيع ودرجة حرية 26 أصغر أو تساوي 38.885. الحل طبعا الاحتمال أيضا المطلوب على يسار القيمة، والجدول يعطي الاحتمال على يمين القيمة، بالتالي يكون الاحتمال المطلوب يساوي 1 ناقص الاحتمال من أجل X تربيع 26 أكبر من 38.885. طبعا بالعودة إلى الجدول يكون لدينا 1 ناقص 0.5% والناتج هو 0.95. إذا في الجدول سوف نبحث في درجة الحرية 26 هنا، وقيمة X تربيع هي عبارة عن 38.855، فنلاحظ أعلى بالسطر أن المساحة هي 0.5%. هذه المساحة هي على يمين القيمة، نريد المساحة على اليسار، لذلك قمنا بطرحها من الواحد الصحيح. الآن مع الطلب ج، الاحتمال المطلوب عندما تكون X تربيع من أجل درجة حرية 15 أكبر أو تساوي 5.229 وأصغر أو تساوي 24.996. الحل طبعا سوف نقوم بحساب الاحتمال من خلال إيجاد مساحة أو طرح المساحة بين القيمة الأولى والثانية فنحصل على المطلوب، أي سوف نطرح المساحة على يسار القيمة 5.229 ناقص المساحة من يسار 24.995
996 فنحصل على الاحتمال المطلوب. بالاستعانة في الجدول السابق يكون لدينا الاحتمال للجزء الأول هو 0.99 ناقص الاحتمال للجزء الثاني هو 0.5%، فيكون الاحتمال المطلوب هو 0.94%. الآن نأتي إلى المسألة رقم 9، وهي أوجد قيم T التالية. أولا، من أجل درجة حرية 12 والتي على يسارها مساحة قدرها 0.99، نبدأ مع الحل. طبعا سوف نستعين بجدول قيم T وهو يتعامل مع المساحة التي على يمين القيمة، وبالتالي يجب أولا أن نحسب المساحة التي على اليمين، وبعدها نقوم بحساب المساحة الكلية، أو من خلال المساحة الكلية التي تساوي الواحد نستطيع حساب المساحة على اليسار. إذن يكون الاحتمال المطلوب لدينا من أجل T درجة حرية 12 وعلى يسارها مساحة قدرها 0.99، المساحة هي عبارة عن 0.1%. الآن سوف نبحث في الجدول عن القيمة التي يتقاطع عندها العمود الذي يمثل المساحة وهو 0.1% مع الصف الذي يمثل درجة حرية 12، فنجدها هي عبارة عن 2.681. إذن الاحتمال من أجل T درجة حرية 12 أكبر أو تساوي 2.681 هي 0.1%. إذن الآن نحن نعلم قيمة درجة الحرية هي 12، ونعلم بأن المساحة المطلوبة هي 0.01، بالتالي قيمة T من خلال الجدول نجد أنها تساوي 2.681. وهنا لدينا الجدول للقيم الحرجة لتوزيع T. إذا نحن نعلم المساحة في هذا الطلب هي 0.1%، ونعلم أن درجة الحرية هي 12، فتكون قيمة T هي 2.681. الطلب الثاني وهو الطلب B، المطلوب حساب قيمة T من أجل درجة حرية 11 التي على يمينها مساحة قدرها 0.5. الحل طبعا بالعودة إلى الجدول السابق، من أجل درجة حرية 11 وقيمة المساحة 0.5% على يمينها، نجد أن مساحة T هي 1.796. لنعود إلى الجدول، من أجل درجة حرية 11 والمساحة هي عبارة عن 0.05، تكون قيمة T هي 1.796. الآن نأتي إلى المسألة رقم 10، إذا كانت T ترمز لمتغير عشوائي يتبع توزيع T بدرجة حرية نيو، فاحسب باستخدام جدول التوزيع الإحصائي لT ما يلي. أولا، احتمال T من أجل درجة حرية 13 عندما تكون T أكبر من 1.771. الحل بالعودة إلى الجدول السابق، سوف نجد بأنه عندما تكون درجة الحرية 13 وقيمة T هي 1.771، أن المساحة هي 0.05%، طبعا ونجدها أعلى في السطر الأول من الجدول. الطلب الثاني وهو عبارة عن احتمال T من أجل درجة حرية 21 بحيث أن T أصغر من 2.8%. الحل طبعا الاحتمال المطلوب، نحن نعلم بأن الجدول يعطي القيمة المساحة على يمين قيمة T،
وهنا المطلوب المساحة على اليسار، لذلك سوف نوجد المساحة على اليمين ونقوم بطرحها من الواحد الصحيح، أي احتمال تي من أجل درجة حرية 21، بحيث أن تي أصغر من 2.8% يساوي 1 ناقص 0.025، وهي عبارة عن المساحة على يسار هذه القيمة، لذلك قمنا بطرحها من الواحد الصحيح لنحصل على القيمة المطلوبة وهي 0.975. الاحتمال جيم، وهو عندما تكون تي بدرجة حرية 9 أكبر أو تساوي -1.833 وأصغر من 2.821. الحل لهذا الطلب: إن المساحة على يمين القيمة 2.821 نجدها من الجدول، وهي عبارة عن 0.1%. ونستطيع أيضا الحصول على المساحة على يمين القيمة 1.833، وهي عبارة عن 0.5%. وبما أن منحني توزيع تي هو منحني ناقص الشكل متماثل حول وسطه الحسابي الذي يساوي الصفر، بالتالي فإن المساحة على يمين القيمة 1.833 تساوي المساحة على يسار هذه القيمة والتي هي -1.833. إذن بما أن منحني توزيع تي هو منحني ناقوس الشكل ومتماثل حول وسطه الحسابي، فإن المساحة على يمين القيمة الموجبة تساوي المساحة على يسار القيمة السالبة، وبالتالي يكون لدينا الاحتمال من أجل درجة حرية 9 عندما تكون تي أصغر من -1.833 هي 0.5%، وعندها نستطيع حساب الاحتمال المطلوب والذي هو عبارة عن تي أكبر أو تساوي -1.833 وأصغر من 2.821، وبالتالي يكون الاحتمال هو عبارة عن المساحة الكلية للمنحني أو المساحة الكلية تحت المنحني، وهي عبارة عن 1 ناقص المساحة على يمين القيمة الأولى وعلى يسار القيمة الثانية، فنحصل على الاحتمال المطلوب، أي 1 ناقص 0.1% زائد 0.5%، ويكون الناتج هو 0.94. إذا قمنا بحساب المساحة على يمين القيمة الموجبة والمساحة على يسار القيمة السالبة وجمعناها لنطرحها من الواحد الصحيح، فنحصل على الاحتمال المطلوب. طبعا وبهذا ننتهي من درسنا اليوم، أرجو لكم التوفيق، إلى أن ألقاكم في درس جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.